صلي على محمد. جماعة جيمز فضل خير. دخول بروتينات البوتاسيوم في جزيئات الماء وانتشر ده دليل على انتشار المادة اللي هو سريعا كده بالخطوات نظر صديق وين الماء في كأس زائد بروتينات الملاحظة اللي شفناها هي انتشار لون البروتينات في الماء. تفتكروا ايه اللي استنتج من هنا؟ ايه اللي ممكن يستنتج من الماده دي؟ ماده صلبه حطيتها في الميه انتشرت ولمت الميه كلها بقت لون بنفسجي. زائد الماده في حاله حركه مستمره. زي ما قالت منا كده ان جزيئات الماده في حاله حركه مستمره، كويس. يبقى اول استنتاج ان جزيئات الماده في حاله حركه مستمره. وده يا شباب هو أول خاصية من خاصية الجزيئات، إن جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة. ده أول نشاط عملناه، سريعا تاني الأدوات كان كأس وماء وبرمجانات، الخطوات غرم قليل من المية، تمام زائد البرمجانات، الاستنتاج انتشار لون البرمجانات وتلون الماء بدون البنفسجي. دي الملاحظة، الاستنتاج بقى جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة، طب إيه اللي يدل على كده؟ إن كل المادة انتشرت جوه المية. طيب، سؤال كده سريع، يقول لك علم انتشار نقطة من الحبر في الماء، ليه؟ ليه نقطة الحبر انتشرت في الماء؟ جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة. جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة. تاني نشاط الأدوات بتاعتنا نشاط اثنين الأدوات عبارة عن مدركة ثلاث رؤوس قطعة حديد ماء يبقى الأدوات بتحتاج نشاط ايه؟ مدركة ثلاث رؤوس وقطعة حديد وماء. طيب على ده حد معاك كاس زيادة؟ كاس زيادة ده كان حديد. طيب ادي الوقت على الميه وادي المتركه كان حديد تمام. طيب وادي هما كاسين بس ماشي التالي. طيب ايه اللي هنعمله؟ اول حاجه معانا المتركه معانا قطعه الحديد دي تمام. طيب لو انا خبطت عليها كده اهو حصل لها حاجة؟ لا مش بخبط على التاني خلاص؟ حصل لها حاجة؟ امسك كده تقدر تكسرها بإيدك؟ لما خبطت عليها يا علي حصل لها حاجة؟ اتكسرت؟ يبقى أول حاجة الخطوات واحد محاولة تفتيت قطعة من الحديد. إيه الملاحظة اللي شفناها؟ لما انا خبطت عليها دلوقتي يا شباب حصل لها حاجه؟ ما حصلش حاجه. يبقى يصعب تفتيت ولا يصعب تفتيتها؟ يصعب. يبقى الحاجه يصعب تفتيت قطعه الحديد. دي اول حاجه التجربه. طيب دلوقتي مش الحديد ده ماده؟ خلاص والميه ماده بقى صح؟ طيب انا لو فتحت الجزر كده حطيت شويه هنا وشويه هنا ايه اللي حصل للميه دلوقتي؟ قدرت اجزئها ولا لا؟ صح؟ يعني اتكسرت او اتفتت صح؟ يعني اتجزئت. لكن الحديد ما اتجزئتش صح؟ يبقى اول ثاني ملاحظه شفناها تجزئه 100% من الماء. دي الخطوات، الخطوه الاولى محاوله تفتيت قطعه من الحديد وما اتفتتتش. الثانيه تجزئه 100% من الماء. طيب ايه الملاحظه بقى اللي شفناها؟ هل الميه اتجزئت؟ تمام. نعم. سهولة تجزئة 100% من الماء.
يبقى تاني المشات التالي الادوات سريعه من التراكم ثلاث رؤوس وقطع حديد وميه. خطوات محاوله ترتيب قطعه من الحديد وجينا في الملخصه ما قدرناش نفتتها لا باليد ولا بالمطرقه. طيب تاني مره بعد كده تجزئنا كميه من الميه. الملخصه سهوله تجزئه من الميه زي ما احنا شفنا كده بتجزئ في كاسين. طيب ايه الاستنتاج بتاع اول واحده؟ يعني ليه من الصعب ان قطعه الحديد تتفتت او تتكسر؟ مين عارف؟ اتفضل يا رومان. الجزيئات في حاله ترابط قوي كويس. جزيئات في حاله ترابط ايه تاني؟ في ايه؟ فين الجزيئات؟ قوه التماسك بين جزيئات مين؟ الحديد. يبقى وجود قوه تماسك كبيره بين جزيئات الحديد. طيب الاستنتاج واحد وجود قوه تماسك كبيره بين جزيئات الحديد. طب المايه يا شباب حد من اللي ورا كده جماعه الجين سياره تمام. طيب ايه اللي حصل وقت المايه الجازه تمام؟ طيب ليه جازه يا شباب؟ ليه المايه جازه؟ سهل. ليه المايه جازه؟ احنا قلنا ليه الحديد ما يقدرش ينكسر او اللي فاتت عشان في قوه تماسك كبيره. طب ليه المايه تخف؟ ليه المايه تخف؟ ايه اللي عليك؟ انت مش عارف عشان تكتب دعايه صح؟ ما عليك ما عليك. حته يا ابني ليه؟ اتفضل يا محمد قول لي ليه المايه تخف؟ عشان في ضعف في القوه التماسك بين الجزيئات. برافو عليك يا محمد. بسبب وجود القوه التماسك فاحنا استنتجنا ان وجود قوه تماسك كبيره بين جزيئات الحديد ووجود قوه تماسك ضعيفه بين جزيئات الماء. طب ممكن نعممها؟ ايوه. ان قوه تماسك كبيره بين جزيئات مين؟ المواد الصلبه تمام والضعيفه. طيب كده خلص النشاط. يلا اخر سؤال عادي يقول لك يا علم يصعب ترتيب قطع من الحديد بين مقاس وتجزئه كميه من الميه تمام بسبب وجود قوه تماسك كبيره بين المواد الصلبه كالحديد وقوه تماسك ضعيفه بين المواد السائله مين؟ الميه. كده نخلص. شكرا.